يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي اعترض له في طريقه صاحب سيارة، وصاحب السيارة هذا كان مسرعا فاعترض عليه في الطريق واصطدم به الوالد ومات المصدوم، وقدرت الشرطة على والدي 25%، وقالوا إن الخطأ على الذي مات 100%، ولكن إبراء للذمة نضع عليك 25. سؤاله: هل على والدي كفارة؟ الميت على والده الميت الصادم، ها؟ والده الذي صدم. ايش يقول عاد السؤال؟ يقول والدي اعترض له في طريقه صاحب سيارة، وصاحب السيارة هذا كان مسرعا فاعترض له في الطريق فصدمه ومات. صاحب السيارة مسرع، إذن هو متسبب، هو متسبب، لأن السرعة هي سببت الاصطدام. فما دام عليه لو 1%، ما دام عليه إدانة ولو 1%، عليه الكفارة. نعم.